قراءة في كتاب وهم الإله، تأليف ريتشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، مقدمة المترجم. عندما يتناول ريتشارد دوكنز نقد الأديان في كتابه وهم الإله، فإن الله بكل عظمته وجلاله يقف وجها لوجه أمام عالم الطبيعة والفلسفة. دوكنز على خط المواجهة، الله يقدم ما عنده من أنبياء وكتب، ودوكنز يقدم ما عنده من أدلة وبراهين علمية في دراما عقلية رائعة تتخطى كل ما قرأته سابقا من كتب تناولت نقد الأديان. الكتاب يبدأ بمقولة لدوغلاس آدمز هي أشبه برصاصة الرحمة لكل أفكار الإيمان الغيبي. يتساءل الكاتب معنا إذا كانت هناك حاجة حقيقية للإيمان بالغيبيات كي ندرك جمال الواقع كما هو ونعيش فيه، ألا يكفي جمال الطبيعة وروعة الحياة كما هي دون الحاجة لمكياج الإيمان المليء بعفاريت مرعبة وشخوص غابرة وأشباح لا أحد يعرف عنها شيئا سوى ما توارثناه من ناس بدورهم لم يعرفوا عنها شيئا أيضا؟ ألا تكفي روعة الجسد دون الحاجة للاعتقاد بأن هناك روح تعيش فيه؟ ثم ينتقل المؤلف ليصف لنا بوضوح ومن دون رتوش صفات الذات الإلهية كما نقرأ عنها في الأديان الإبراهيمية. إن نقصان عدد الآلهة في زمن كانت تتعدد فيه الآلهة وانتقالنا للتوحيد كخطوة تطويرية لم يؤثر على حياة البشر حقيقة، فلماذا نقصان هذا الإله الأخير المتبقي منهم سيؤثر علينا الآن؟ على حد قول دوكنز، يتناول دوكنز هنا الدلائل على وجود الله واحدا تلو الآخر ويدحضها بصورة منطقية وعلمية واضحة وجلية، ثم يشرح لنا ببساطة وبخفة الأسلوب لماذا أن الاحتمال الأكبر هو عدم وجود الله، وأن الحلقة المفقودة حقيقية مفقودة بوجود الله وليس بغيابه، لأن بغيابه لدينا تفسير منطقي للأشياء ولكن لا تفسير منطقي أو غاية لوجوده. قد يحتج القارئ العربي هنا يقول المترجم ويقول بأن الأديان بذاتها لها قيمة ما فكرية أو نفسية إيجابية، وهنا يتناول المؤلف مصدر الأديان وما هي الحاجة الحقيقية لها التي أدت لظهورها وما سبب كل هذه العدوانية التي تظهره الأديان تجاه بعضها بل تجاه حتى أتباعها. أمثلة كثيرة يقوم دوكنز بطرحها على الخطر الحقيقي الذي تمثله الأديان والإيمان بالغيبيات على النمو الفكري والنفسي للأطفال والمجتمعات بشكل عام. يطرح أمثلة موثقة للأذى الذي لحق بأطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا لعائلة تعتنق دينا ما، ولكن هناك هذه دعوة وطريق للخروج من هذه المحنة، بل اللعنة التي أسماها الدين. كلنا يملك الحق في الاختيار وكلنا يستطيع أن يختار ولو مع نفسه البقاء على حالة أو الخروج من هذه المأساة التي نعيشها يوميا سوية دون أن نجرؤ أن ننظر بعيون بعض ونعترف بالسبب الحقيقي لكل مآسينا. بالرغم من الجهد المبذول في إعادة تنسيق وترتيب اللغة الأدبية إلى العربية كي تناسب القارئ العربي دون النيل من البناء الفكري للكتاب كما قدمه الكاتب لقرائه في اللغة الأم، إلا أنني أجد متعتي كمترجم تطوع من أجل نقل تجربتي الشخصية التي عاشها مع هذا الكتاب قبل بضعة سنوات، والذي أطلق سراحي من وهم كنت أتصور أنني ولدت كي أعيش وأموت فيه. البريطاني كلينتون ريتشارد دوكنز هو عالم بيولوجيا جزيئية وإيثولوجيا وفيلسوف في الأديان. ولد دوكنز في نيروبي كينيا في 26 مارس 1941، ويعمل حاليا لأكثر من جهة منها جامعة أوكسفورد البريطانية وجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة. إلى جانب أعماله في البيولوجيا الجزيئية، دوكنز يقدم نفسه على أنه ملحد إنساني علماني شكوكي
وعقلاني علمي، وهو معروف بآرائه في الإلحاد ونظرية التطور، كما أنه من أبرز منتقدي نظرية الخلق ونظرية التصميم الذكي التي يروج لها المؤمنين بالأديان الإبراهيمية في أنحاء العالم. له الكثير من المقابلات في التلفزيون والراديو، وكذلك له مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتناول موضوع الإيمان والإلحاد وعلاقة الأديان بالعلم وتأثيرها عليه. قراءة ممتعة. بسام البغدادي، ستوكهولم 2009. اهدأ إلى ذكرى دوغلاس آدمز 1952-2001. ألا يكفي النظر لروعة الحديقة وجمالها؟ لماذا يجب علينا الاعتقاد بأن هناك جنيات خلفها أيضا؟ مقدمة المؤلف. عندما كانت زوجتي طفلة صغيرة كرهت المدرسة وتمنت لو تركتها بعدها بأعوام كثيرة، وعندما كانت في العشرينات صارحت أمها بتلك الحقيقة المرة وبدهشة حزينة. قالت الأم: يا ابنتي العزيزة، لماذا لم تقولي لنا وقتها؟ جواب ليلى يومها هو عبارتي لهذا اليوم: ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك، ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك. أعتقد، لا بل أعرف، أن هناك العديدين من الذين تربوا على دين ما وليسوا سعداء معه أو قلقين على ما يرتكب باسمه من شرور. أناس يشعرون بحنين ضعيف لترك دين آبائهم ويتمنون لو استطاعوا لذلك سبيلا، لكنهم لا يدركون أن ذلك هو أحد الخيارات الممكنة بالفعل. لو كنت واحدا منهم، هذا الكتاب من أجلك. كتاب المراد به لفت الانتباه لحقيقة أن الإلحاد وتطلع واقعي وشجاع ورائع، ومن الممكن أن تكون ملحدا سعيدا ومتوازنا ومقتنعا فكريا ومعنويا بشكل كامل. هذه أول رسالة للفت الانتباه، وستأتي ثلاث رسائل أخرى لاحقا. في كانون الثاني 2006 قدمت برنامجا وثائقيا على التلفزيون البريطاني القناة الرابعة بعنوان جذرة الشر. بادئ ذي بدأ لم يعجبني العنوان، فالدين ليس أصل كل الشرور، وليس هناك من شيء معين بذاته والذي هو أصل لكل شيء آخر. لكنني سررت بالإعلان الذي وضعته القناة الرابعة على الجريدة الوطنية، وهي عبارة عن صورة لأفق مدينة منهاتن تحت عنوان تخيل عالم بدون دين. فما هي علاقة الوصل هنا؟ البرجين كانا على الصورة. تخيل مع جون لينن، هامش جون لينن وينستون أونو لينن، مغني وشاعر وعازف جيتار لفرقة البيتلز، له أغنية مشهورة تحمل اسم تخيل Imagine، المترجم نهاية الهامش. تخيل مع جون لينن عالما بدون دين، عالم بدون انتحارية أو تفجيرات 11 أيلول، بلا تفجيرات لندن أو حملات صليبية، بدون تقسيم للهند أو حرب فلسطينية إسرائيلية، بدون مذابح الصرب والكروات للمسلمين، وبدون اضطهاد لليهود كونهم قتلة المسيح، أو مشاكل في إيرلندا الشمالية، بدون جرائم الشرف أو مبشرين إنجيليين بهندام لامع على التلفزيون الأمريكي يأخذ أموال السذج. الرب يريدك أن تعطي حتى الألم. تخيل أنه لا وجود لطالبان ليفجروا تماثيل بوذا الأثرية لاقت على الرؤوس بشكل علني للكفار، ولا سياطة على جسم المرأة لأن أحدا لمح من جلدها سنتيمترا. لقد تصادف أن أخبرني صديق اسمه ديزموند موريس بأن أغنية جون لينن العظيمة تغنى بعض الأحيان في أمريكا مع تحوير أو حذف لعبارة وبدون دين أيضا، لا بل إنهم في بعض الأحيان يبدلونها بوقاحة بعبارة ودين واحد أيضا. ربما تفكر هنا بأن اللا أدرية هي الموقف المعقول، وأن الإلحاد هو توجه عقائدي تماما كالتوجه الديني. في هذه الحالة فأنا أعتقد أنه الفصل الثاني من هذا الكتاب سيغير رأيك، وذلك بإقناعك بأن فرضية الإله هي عبارة عن فرضية علمية عن الكون، ويجب تحليلها ودراستها بصورة نقدية كأي فرضية أخرى.
ربما أنك درست بأن الفلاسفة وعلماء الدين لديهم العديد من الأسباب المقنعة للإيمان بالله، ولو أنك ممن يفكر بذلك فربما أنك ستستمتع بقراءة الفصل الثالث الذي يناقش الدليل على وجود الله، وفيه يظهر الضعف المدهش لهذه الأدلة. ربما تعتقد بأن وجود الإله هو من المسلمات الواضحة، وإلا فكيف خلق الكون ووصل إلى ما وصل إليه الآن؟ وكيف يمكن تفسير الحياة وتنوعها الغني وكل كائن حي يبدو كما لو كان مصمما؟ لو أن تفكيرك طابق ما ذكر في السطور السابقة، فأتمنى أن يجيب الفصل الرابع لماذا الاحتمال الأكبر هو عدم وجود الله عن بعض هذه التساؤلات، بعيدا عن فكرة المصمم والوهم عن تصميم الحياة. يمكن تفسيره بطريقة أكثر عقلانية ومنطق بناء على نظرية الانتخاب الطبيعي لداروين، على الرغم من أن نظرية الانتخاب الطبيعي محصورة بتفسير العالم الحي، فإن باستطاعتها أن ترفع مستوى الوعي للإدراك والقابلية للمقارنة عندنا، مما يساعد على فهم الكون نفسه. إن قوة نظرية كالانتخاب الطبيعي وقدرتها على رفع مستوى الوعي هي ثاني رسالة للفت الانتباه من الرسائل الأربعة. ربما تعتقد بأن الوجود الإلهي هو إحدى الضرورات، لأن علماء التاريخ والحياة أخبرونا بأن المؤمنين كانوا العامل الأكبر في نشوء وارتقاء كل الحضارات الإنسانية. لو وجدت هذه الفكرة مقنعة فأرجو أن تقرأ الفصل الخامس عن جذور الدين، والذي يشرح سبب انتشار الإيمان في كل مكان. هل أنت ممن يعتقد بأن وجود الدين ضروري لتقويم الإنسان وإيجاد أسس أخلاقية حصينة؟ ألا نحتاج لوجود إلهي كي نكون صالحين؟ فقرأ الفصلين السادس والسابع لمعرفة أن الأمر ليس كذلك أبدا. لو أنك فقدت إيمانك ولكنك لا تزال تفكر بأن وجود الدين شيء جيد في الحياة، إذن ففي الفصل الثامن ستعرف لماذا أن وجود الدين بحد ذاته أمر مضر للبشرية. إذا كنت تشعر بأنك عالق في الدين الذي تربيت عليه، إذن فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم ذلك؟ الجواب نجده عادة في التلقين الذي نتلقاه في مراحل الطفولة. لو أنك متدين فالاحتمال الأكبر أنك على دين آبائك. لو ولدت في أركنسا وهي ولاية في الجنوب الأمريكي، يقول المترجم، يقول داكنز مرة أخرى، ستفكر بأن المسيحية هي الدين الحق والإسلام كذبة كبرى، وتعلم تماما بأن العكس هو الصحيح فيما لو كنت مولودا في أفغانستان. لهذا فأنت ضحية تلقين ديني من مرحلة الطفولة في كل من أركنسا أو أفغانستان. الفصل التاسع يعالج بالدين والطفولة بشكل خاص، والذي يتضمن رسالتي الثالثة للفت الأنظار، تماما كما يكشر المنادون بحقوق المرأة عندما يسمعون هو عوضا عن هو أو هي. أريد من الجميع أن يشفلوا عند سماع كلمات مثل طفل كاثوليكي أو طفل مسلم. بالإمكان السماح بقول طفل لأبوين كاثوليكيين، لكن لو سمعنا أحدا يتكلم عن طفل كاثوليكي فلنوقفه ونحاول بلا بقى لفت انتباهه بأن الأطفال أصغر من أن يكونوا على أي دين أو يعرفوا موقفهم منه، تماما كما هم صغار ليعرفوا موقفهم من الأحداث الاقتصادية والسياسية. ولأن موقفي هنا هو موقف إرشادي فلن أعتذر عن التكرار وذكر هذا الأمر مرة تلو الأخرى في الفصل التاسع، لأننا لن نكرر هذا بما فيه الكفاية من المرات مهما حاولنا. وسأقولها ثانية، ليس هناك طفل مسلم، بل هناك طفل لأبوين مسلمين. الطفل صغير جدا لمعرفة إذا ما كان مسلما. لا وجود لما يمكن تسميته بالطفل المسلم. ليس هناك ما نسميه طفلا مسيحيا. الفصل الأول والعاشر يستهلان ويختمان الكتاب بالشرح وبطريقتيهما المختلفتين، كيف أنه بواسطة فهم روعة العالم الحقيقي
كما هو وبدون الحاجة إلى أي تدين، نستطيع أن نحصل على ما يكفي من الإلهام، الحق الذي اغتصبه رجال الدين وحرموا منه الآخرين عبر التاريخ. الرسالة الرابعة للفت النظر هي مسألة أن الإلحاد ليس بالشيء الذي يدعو للخجل، على العكس إنه شيء يدعو للفخر بشموخ لمواجهة مع الأفق البعيد. لطالما كان الإلحاد مصحوبا باستقلالية صحية للعقل وإبداع عليه تفكير بناء، هناك العديدون ممن يعرفون بأنهم ملحدون ولكنهم لا يجرؤون على الاعتراف لعائلاتهم أو حتى لأنفسهم في بعض الحالات. سبب ذلك ولو بشكل جزئي هو أن كلمة ملحد قد تم تحميلها الشيء الكثير كي تعني شيئا قبيحا ومخيفا. الفصل التاسع يقتبس مشهدا من الممثلة الكوميدية جولي سويني. يقول المترجم كاتبة وممثلة ومقدمة عروض أمريكية، يقول دوكنز وقصتها مع أهلها بعد أن عرفوا عن طريق الجريدة أن ابنتهم ملحدة، لقد تقبلوا على مضض عدم إيمانها بالله، ولكن أن تكون ملحدة ملحدة، صوت الأم يعلو لحد الصراخ في المشهد. أريد أن أقول شيئا للقراء الأمريكان فيما يخص هذه النقطة. يقول دوكنز إن ظاهرة الدين في أمريكا ظاهرة تستحق الاهتمام فعلا. ليس من المبالغة ما قالته المحامية ويندي كاميني عن أن السخرية من الدين في أمريكا لهي كإحراق علم أمريكي في معسكر يعجب الجنود الأمريكان. وضع الملحدين في أمريكا الآن يشبه وضع المثليين جنسيا فيها منذ حوالي 50 عاما، والآن بعد حركة الفخر بالمثلية، يقول المترجم حركة الفخر بالمثلية جاي فرايد هي حركة تدعو المثليين للفخر بميولهم الجنسية لأنها شيء طبيعي وإلى عدم الخجل منها. يقول دوكنز أصبح من الممكن إلى حد ما أن ينتخب المثلي جنسيا لمركز حكومي مرموق. في استطلاع للرأي أجري عام 1999 عن مدى استعداد الناخب لانتخاب شخص بشكل عام ذات مواصفات جيدة لمنصب إداري، فكانت النتائج كالتالي: 95% فيما لو كان شخص امرأة، و 94% فيما لو كان شخص كاثوليكي، و 92% لو كان يهوديا، و 79% فيما لو كان مرمونيا. هامش، يقول المترجم، طائفة مسيحية لا تعترف بالفاتيكان. يقول دوكنز و 79% لو كان مثليا، و 49% لو كان ملحدا. من الواضح أن الطريق أمامنا لا زال طويلا، لكن الملحدين أكثر عددا مما كنا نتصور، وخصوصا بين النخبة المثقفة. الحال كان كذلك حتى في القرن 19 عندما قال جون ستيوارت: من المحتم أنها ستكون صدمة هائلة لو عرف العالم كم هي نسبة المشككين في الدين بين الحاصلين على أعلى الأوسمة لتميزهم اللامع في مجالات العلم والفكر. يقول دوكنز: من المؤكد أن هذه المقولة تصلح أكثر في أيامنا هذه بدون أي شك، ولدي الأدلة والبراهين على ذلك في الفصل الثالث من الكتاب. إن السبب الرئيسي لعدم انتشار فكرة وجود الملحدين بين عامة الشعب هي أننا نتردد في الظهور علنا، وأملي أن يساعد كتابي هذا الناس ليتجرؤوا على الظهور تماما كما كان الحال مع المثليين. فكلما ظهر عدد أكبر منهم سيصبح من الأسهل للآخرين أن ينضموا للمجموعة. ربما أن هناك ما يسمى بالكتلة الحرجة لبدء ظهور سلسلة من ردود الأفعال. استطلاعات الرأي الأمريكية تظهر بأن عدد الملحدين ولا أدريين في أمريكا أكثر بكثير من عدد اليهود المتدينين، وحتى أكثر من العديد من المجموعات الدينية الأخرى. لكن على عكس اليهود الأشهر في مجال الضغوط السياسية في أمريكا، وعلى عكس المسيحيين الإنجيليين الذين قواعدهم السياسية تفوق تلك التي لدى اليهود، لا يوجد تنظيم للملحدين ولا أدريين، وبالتالي فليس لهم أي تأثير. لا عجب في ذلك، لأن تنظيم الملحدين سيكون أشبه
بمحاولة إنشاء قطيع من القطط، شيء مستحيل حيث هم معتادون على التفكير المستقل وعدم الأنصياع لأي نوع من السلطات الفكرية. لكن كخطوة أولى فإن عددا كافيا من الذين يرغبون في الإعلان عن إلحادهم كافيا لتشجيع الآخرين على عمل الشيء نفسه، برغم أننا لا نستطيع تنظيم قطيع من القطط، ولكن وجود عدد كاف منهم سيؤدي لضجة كافية ولن يكون من الممكن إهمالهم. كلمة وهم في العنوان أرقت بعض علماء الطب النفسي والذين يعتبرونها كلمة تقنية بحتة لا يجب استخدامها كيفما اقتضى. ثلاثة منهم اقترحوا في رسائلهم لي استعمال كلمات تقنية جديدة تماما كديهم هامش. اقتراحات كل من دكتور زو هوكنز ودكتور بيتا أدامز ودكتور بول ساند جون سميث في رسائل خاصة للمؤلف. يقول دوكنز مشتقة من كلمتي دين ووهم للتعبير عن حال الوهم الديني. ربما أن كلمة كهذه سيكتب لها الانتشار، لكنني سأبقي على كلمة وهم في الوقت الحاضر، ولهذا فأنا بحاجة لتبرير استعمالي لهذه الكلمة بالذات. يعرف القاموس كلمة وهم كالتالي: إيمان خاطئ أو مزيف. وللمفاجأة فإن الشرح المصاحب للكلمة هو من مقولة لفيليب جونسون اقتباس: الداروينية هي قصة تحرير الإنسان من الوهم القائل بأن مصيره مرتبط بقوة أعلى منه، نهاية الاقتباس. هل من الممكن أن يكون هذا نفسه فيليب الذي قاد حملة الاعتقاد بالخالق وقاضى الداروينية في أمريكا؟ بالتأكيد. وهذا الشرح المصاحب الذي قدمته كما لاحظتم لهو مجتزأ من المحتوى. آمل بملاحظة أنني قد وفيت الحق الكامل للفكرة باعترافي هذا، لأنني لم أحصل على نفس الحق من بعض المنادين بنظرية الخلق والذين اجتزأوا بعض الجمل من سياقها في أعمالي مع سبق الإصرار واستعملوها لتضليل الآخرين. بغض النظر عن المعنى الذي قصده جونسون، سأكون سعيدا بتبني العبارة كما هي حرفيا. يعرف القاموس المرافق لبرنامج مايكروسوفت للكتابة كلمة الوهم بالاعتقاد الخاطئ والمستمر بفكرة بعناد في وجه أدلة قوية معاكسة فيها، وخاصة كأعراض لأمراض نفسية. القسم الأول من التعريف ينطبق بدقة على حالة الإيمان الديني. فيما يخص الجزء الخاص بالمرض النفسي، فأنا أميل لاتباع روبرت بيرسك كاتب زين. هامش: زين هي طائفة بوذية يابانية تفرعت عن فرقة شان البوذية الصينية. المترجم: الزين وفن صيانة الدراجة النارية. في قوله اقتباس: الجنون صفة لشخص واحد يعاني من وهم ما، أما عندما يعاني العديدون من نفس الوهم يدعى هذا الوهم دينا، نهاية الاقتباس. يقول دوكنز: إذا كان فعل هذا الكاتب كما أتصوره أنا، فإن القارئ المتدين الذي يفتح هذا الكتاب سينهيه وقد أصبح ملحدا. يا لهذا التفاؤل المتعجرف. من المؤكد بأن المؤمن الجاد عنده مناعة هائلة ضد الحجج والنقاش العقلاني. هذه المقاومة بنيت عبر سنين طويلة من التلقين المستمر من مرحلة الطفولة باستعمال طرق سقلت عبر مئات السنين، سواء بالتطور أو بالتصميم الذكي. ومن أشد أجهزة المناعة نجاحا تحذيرات خطرة لتجنب حتى فتح كتاب مثل هذا، والذي هو بالتأكيد من عمل الشيطان. لكنني مؤمن بأن هناك العديد من العقول النيرة هنا وهناك، عقول لم يتم إقفالها بالتلقين في عمر الطفولة أو لأسباب أخرى، لم يصابوا بالعدوى أو أذكياء لدرجة تغلبهم على العدوى هذه. عقول نيرة كتلك يكفيها القليل من التشجيع كي تتحرر من كل رجال الدين ومن تعاليمهم. على أقل تقدير أمل أن لا يقول أحد ما بعد قراءة هذا الكتاب ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك. ساعدني في التحضير لهذا الكتاب العديد من الأصدقاء
وأنا ممتن لهم جميعا، وليس بالمستطاع ذكرهم جميعا، ولكن وكيل أعمالي جون بروكمان ومحرري مقالاتي ساري جامينارا ترانسورد وآيمون دولان هوغوتان ميفيلين كلاهما قرأ الكتاب بتمعن وحساسية وألمعية شديدة وأعطوني مزيجا مفيدا من النقد والنصائح. إيمانهم العميق والمتحمس بهذا الكتاب أعطاني الكثير من الشجاعة. جيليان سومر سكيل كانت مثالا للمحرر والناسخ بأفكارها واقتراحاتها البناءة، كما كانت بعمقها في التدقيق. ممتن أيضا لآخرين ممن ساهموا في تدقيق ونقد المسودات المختلفة. أشكر بعمق كل من جيري كوين جي، أندرسون تومسون آر، وأليزابيث كورنوالل، وأورسولا جودنو، ولا ثمينا وأخص كارين أونز الناقدة المثالية، والتي بمرور الوقت تعرفت على كل الأجزاء والمسودات المختلفة تماما كمعرفتي بتلك التفاصيل. يقوم هذا الكتاب جزئيا على والعكس بالعكس البرنامج الوثائقي التلفزيوني جذرة الشر، والذي قدمته على قناة بي بي سي القناة الرابعة في كانون الثاني من عام 2006، وأدين بالامتنان لكل من شارك في هذا البرنامج: ديبرا كيد وراسل بارنز وتيم كراغ وآدم بريسكل وآلان كليمنت وهامش مايكورا على سماحهم لي باستعمال جمل استخدمت في البرنامج. أشكر كذلك أي دبليو سي والقناة الرابعة. البرنامج حصل على تقدير ممتاز في بريطانيا وطلبته هيئة البث الأسترالية أيضا. بقي أن نرى إن كانت أي قناة في التلفزيون الأمريكي ستجرؤ على بث البرنامج، موجود الآن على أقراص البيع على العنوان www.richarddawkinsnet/store، وتجد الهامش أسفل الشاشة. فكرة هذا الكتاب ولدت في رأسي، يقول داكنز، ونمت خلال بضعة سنوات. بعض الأفكار التي فيه طرحتها في بعض المحاضرات، كما في محاضرتي في هارفارد، وبعضها طرحته في مقالات صحفية. الذي يقرأ مقالاتي في مجلة التحقيق الحر، الرابط موجود أسفل الشاشة لهذه المجلة. يقول داكنز: سيجد بأن بعض الجمل مألوفة، وأنا ممتن لتوم فلين محرر هذه الصحيفة الجديرة بالإعجاب لدفعي معنويا بعرضه لأن أكون كاتبا مستمرا لعمود في الجريدة، وآمل أن أعاود الكتابة بعد انقطاعي لفترة أنهيت بها هذا الكتاب. وبدون شك سأستعمل عمودي لمجابهة ردود الأفعال الناتجة عن الكتاب والرد عليها. لأسباب مختلفة أدين بالامتنان لكل من دان دانيت ومارك هاوسر وميشيل ستيرات وسام هاريس وهيلين فيشر ومارغريت داوني وإبن وراق وهرميون لي وجوليا سويني ودان باركر وجوزيفين ويلش ويان بيرد وخصوصا جورج سكالز. في أيامنا هذه لا يكتمل كتاب إلا إذا كان نواة لموقع حي على الإنترنت وموضوع نقاش في منتدى إلكتروني لمدة بمواد وأفكار مكملة وردود أفعال ونقاش وأسئلة وأجوبة، ولا نعرف ما قد يأتي به المستقبل. آمل أن يقوم موقع ريتشارد دوكنز للعلم والمنطق بملء هذا الدور، وأنا ممتن بشدة لجاش تيمونن لعمله الفني والمحترف والجهد الذي بذله لتحقيق ذلك. وإليكم العنوان: http://www.richarddawkins.net. قبل كل شيء التعقيد بالشكر لزوجتي ليلى وارد التي كانت عاملة إقناعي الأكبر في معظم حالات التردد والشك، وليس فقط بالدعم المعنوي والاقتراحات المفيدة، ولكن بقراءة الكتاب بصوت عال على مسمعي في مرحلتين مختلفتين من تأليفه، والذي ساعدني لأفهم وقعه على القراء الآخرين. أنصح بهذا التكنيك لكل الكتاب، ولكن علي أن أقول أنه للحصول على أفضل النتائج يجب على الذي يقوم بالقراءة بصوت عال أن يكون ممثلا محترفا بأذن موسيقية مجهزة لاستيعاب موسيقى اللغة.
نهاية هذا القسم.